ملاحظ جدا ان في بعض الشباب والشباب الصغير مدمن ليبونكس، ما عندوش امراض عقليه، ما عندوش امراض اي امراض، ومدمن على ليبونكس. طيب ليه؟ يعني اديني سبب يخليك تستعمل دواء بالمشاكل دي. دواء بيشتغل بالشكل ده على الجهاز العصبي، دواء بيعمل كميه الاثار الجانبيه دي، ايه السبب؟ السلام عليكم، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليبونكس، خلونا نشوف. وكالعادة دايما بنبتدي بالمادة الفعالة، والمادة الفعالة الموجودة في الليبونكس هي مادة الكلوزابين. الليبونكس من الأدوية اللي بتيجي فقط على شكل حبوب تستعمل عن طريق الفم، وبنلاقي منها تركيزين، في تركيز 25 ميلي جرام وفي تركيز 100 ميلي جرام. الليبونكس من الأدوية اللي بيحصل ليها امتصاص بشكل كويس، المادة الفعالة بتاعته اللي الكلوزابين بتمتص بشكل حلو قوي من الأمعاء، بصرف النظر عن المريض واخدها قبل الاكل او بعد الاكل بيحصل ليها امتصاص بشكل كويس. يحصل ليها امتصاص وبتوصل للدم وبتتوزع بشكل كويس جدا في الجسم، والماده دي اللي هي الكلوزابين بيكون عندها القدره ان هي بتخترق الحواجز اللي موجوده حوالين المخ وبتتركز داخل المخ، وده المكان اللي احنا عايزين نوصل الدواء فيه، وهي الماده دي بتنجح فعلا ان هي توصل للمخ بشكل كويس جدا. ماده الكلوزابين عشان تخرج من الجسم بتروح للكبد، والكبد بيبدأ يحولها إلى صورة غير ناشطة، وبتخرج في اليورين بتاع المريض عن طريق الكلى. ومن هنا لازم ناخد بالنا كويس جدا علشان المريض يعني يستفيد بالدواء ويتخلص منه بشكل ما يحصلش فيه أثار جانبية بشكل مبالغ فيه، لازم يكون المريض الكلى والكبد عنده شغالين بشكل كويس جدا، وإلا الدواء هيحصل له احتباس داخل الجسم، وفي الحالة دي هتبدأ تظهر الأثار الجانبية بشكل مبالغ فيه عن الشخص السليم. بيشتغل ازاي الليبونكس؟ قبل ما نشوف الدواء ده بيشتغل ازاي، هنتكلم بس كلمتين كده على الخفيف. احنا عندنا داخل المخ فيه كتير جدا من النواقل العصبية، اللي يهمنا النهاردة اتنين من النواقل العصبية اللي موجودة في المخ. الاول هو السيروتونين او السيروتونين زي ما بعض الناس بتقول عليه، وعندي كمان الدوبامين. دول من النواقل العصبية المهمة جدا اللي موجودة داخل المخ. المفروض ان النواقل دي بتكون موجودة بنسب معتدلة، بنسب معقولة جدا، وبتشتغل على مستقبلات ليها طول ما الدوبامين والسيروتونين موجودين بنسب معقولة وشغالين على المستقبلات بتاعتهم في امان الله، مفيش اي مشكلة والشخص تصرفاته مظبوطة جدا ومفيش اي مشاكل. ولكن لو حصل فيه ارتفاع في نسبة الدوبامين والسيروتونين بشكل مبالغ فيه، هيكون تأثيرهم على المستقبلات بتاعتهم مبالغ فيه، وفي الحالة دي هنلاقي ان الشخص بدأ يدخل في حالة بنسميها الزهان، او من اشهر صور للزهان هي حالة السكيزوفرينيا او الشيزوفرينيا او انفصام الشخصية. يبقى اذا حالة انفصام الشخصية او السكيزوفرينيا بتكون بشكل اساسي بسبب ارتفاع نسبة السيروتونين والدوبامين، النواقل العصبية اللي موجودة في المخ اللي بتشتغل على المستقبلات بتاعتها بشكل مبالغ وشكل مفرط. وفي الحالة دي المفروض عشان نعالج المرضى دول احنا محتاجين دواء يقفل المستقبلات اللي بتشتغل عليها السيروتونين والدوبامين. الكلوزابين المادة الفعالة الموجودة في الليبونكس بتعمل كده، وبالتالي هيكون طريقة شغل الليبونكس ان المادة الفعالة بتاعته دي لما بتوصل للمخ بتبدأ تقفل المستقبلات بتاعة السيروتونين بشكل قوي، وكمان بتقفل الدوبامين، ولكن تأثيرها ان هي بتقفل السيروتونين ريسبتور او مستقبلات السيروتونين بيكون اقوى من تأثيرها على مستقبلات الدوبامين، وفي الحالة دي بتبدأ تقلل من تأثير الدوبامين والسيروتونين على مستقبلاتهم، يبقى احنا كده بنعالج حالة السكيزوفرينيا او انفصام الشخصية. في بس نقطة يعني للمهتم بالأدوية، الكلوزابين مش بس بتقفل مستقبلات السيروتونين والدوبامين، لا هي بتقفل مستقبلات الهستامين، كمان بتقفل الالفا 1 ريسبتور اللي موجود على الأوعية الدموية، وهنلاقي ان هي بتقفل الماسكارينيك ريسبتور رقم 1 و2 و3 و5 وبتشغل ماسكارينيك ريسبتور رقم 4، وده هيعمل عندي بعض المشاكل اللي هنتكلم عليها في الاثار الجانبيه للدواء. بيستعمل في ايه الليبونكس؟ اعتقد من طريقه الشغل او طريقه عمل الليبونكس احنا عرفنا بيستعمل في ايه، فنقدر نقول ان الليبونكس من الادويه اللي بتستعمل في علاج حالات انفصام الشخصيه، حالات الزهان اللي من اهمها واشهرها حالات السكيزوفرينيا او انفصام الشخصيه. ولكن هل بنبدا به العلاج؟ لا،
الإيبونكس ما يعتبرش خط علاج أول في الإسكيزوفرينيا. المفروض إن إحنا بنجرب أدوية سواء من أدوية الجيل الأول، في أدوية بنسميها أدوية الجيل الأول ومشاكلها وأثارها الجانبية كتير، وفي أدوية الجيل الثاني. لو جربنا أدوية الجيل الأول وظهرت أثارها الجانبية اللي من أشهرها إن هي بتعمل أعراض شبه أعراض الشلل الإرعاش، وعندنا كمان أدوية الجيل الثاني، لو كل الأدوية دي استعملناها عند المرضى وما فادتش، ففي الحالة دي بنبدأ نستعمل الليبونكس، فبنعتبره إن هو اختيار أخير في علاج مرض انفصام الشخصية. كمان الليبونكس من الأدوية اللي بتستعمل في علاج الباي بولر ديس أوردر أو اضطراب ثنائي القطب. إيه اضطراب ثنائي القطب؟ اضطراب ثنائي القطب هو عبارة عن مرض عقلي بنلاقي إن المريض شوية عنده اكتئاب، يعني يقعد فترة كده عنده اكتئاب قوي، وشوية يقلب لحالة من المانيا. المانيا اللي بتكون حالة أشبه بالجنون، يعني شوية ديبريسد جدا، شوية مكتئب جدا، وشوية عنده حالة من الزهان وحالة من الجنون وحالة من الثقة الزايدة جدا في النفس، لدرجة انه ممكن تلاقي عنده بعض التصرفات يعني اللي ممكن تعرض حياته للخطر. الليبونكس برضو من الأدوية اللي بتستعمل في علاج الحالة دي، ولكن برضو لا يعتبر خط علاج أول أو تاني، ممكن نقدر نقول انه هو خط علاج ثالث في حالات اضطراب ثنائي القطب. فنقدر نلخص الكلام اللي احنا قلناه ان احنا بنعالج بيه حالة السكيزوفرينيا، حالات انفصام الشخصية، وكمان حالات اضطراب ثنائي القطب. دي الحالات اللي احنا بنستعمل فيها الليبونكس. نشوف بقى الاثار الجانبية الكتيرة جدا للليبونكس. اول واشهر مشكلة فعلية وحاجة فعلا صعبة جدا ان الليبونكس من الادوية اللي بتأثر على نخاع العظام. بعض الناس اللي بتستعمل الليبونكس وكتير جدا من الحالات بنلاقي ان هما بيعانوا من نقص في عدد نوع من انواع كرات الدم البيضاء اللي هي النيتروفيلز. النيتروفيلز لما بيحصل فيها انخفاض غالبا بيكون في اول 18 اسبوع من استعمال الدواء، بتظهر بشكل واضح جدا في اول 18 اسبوع. طيب يظهر على المريض ايه؟ هنلاقي ان المريض بيعاني من عدوى متكررة. عدوى متكررة فين؟ ممكن يشتكي من حلقه، من كحة، من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، تلاقي بعد يومين تاني عنده مشكلة، يومين تالت عنده مشكلة، وهكذا. لما المريض بيبدأ يعمل تحليل صورة الدم بيظهر فيه انخفاض في عدد النيتروفيلز اللي هو نوع من أنواع كرات الدم البيضاء. وفي الحالة دي ان في بعض الناس نقول تمشي أمورهم، وفي بعض الناس لازم يوقفوا استعمال الدواء لأن ممكن فعلا تعمل مشكلة كبيرة جدا. تاني مشكلة ممكن تظهر مع الليبونكس انه بيعمل هبوط في الضغط، هبوط واضح، وخصوصا لما الشخص يكون قاعد ويقف هنلاقي ان بيحس بدوخة ودوار واضح جدا، لان زي ما اتفقنا ان هو بيقفل مستقبلات اللي هي الالفا 1 اللي موجود على الاوعية الدموية، فممكن يحصل هبوط للضغط بشكل واضح قوي. كمان من الاثار الجانبية المزعجة جدا بالنسبة للمرضى ان الليبونكس من الادوية اللي بتزود من افراز اللعاب، فممكن نلاقي الشخص اللي بيستعمله عنده سيلان زايد في اللعاب، اكيد حاجة يعني حاجة صعبة جدا. من الاثار الجانبية كمان ان هو بيعمل امساك لانه بيقلل من حركة الامعاء، لان المريض عنده امساك مزمن. اتسجل كمان مع الليبونكس ان هو ممكن يؤدي الى مشاكل على عضلة القلب، ممكن يعمل التهاب في عضلة القلب، وممكن يعمل ضعف في عضلة القلب، برضو من الحاجات هو نادرة بس اتسجلت معاه. كمان الليبونكس لانه بيشتغل على المخ، واتفقنا ان هو بيقفل مستقبلات الدوبامين وبيقفل مستقبلات السيروتونين، فهنلاقي ان المريض عنده مشكلة في هبوط في الجهاز العصبي بشكل عام، هنلاقي ان عنده كسل واضح جدا، هنلاقي ان عنده بعض احيانا يحس بدوار ودوخة، كمان هنلاقي ان المريض عنده مشكلة في التوافق العضلي العصبي، يعني هنلاقي ان عنده مشكلة في الحركة، حركاته مش مظبوطة. كمان ممكن نلاقي المريض بيشتكي من كوابيس اثناء النوم. في بقى مشكلة يعني برضو لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ان لما بنقفل مستقبلات الدوبامين والسيروتونين لفترة طويلة من الوقت، وخصوصا اذا كان الدواء قوي على المستقبلات السيروتونين ده، ممكن يخلي المريض يدخل في حالات الOCD او الوسواس القهري. ففعلا في بعض الناس اللي بتتعالج من الانفصام الشخصية بيدخلوا في مشاكل الوسواس القهري. كمان هنلاقي ان الليبونكس من الادوية اللي بيكون ليها اثر جانبي واضح جدا، خصوصا مع مرض الصرع. مرضى الصرع اللي بيستعملوا الليبونكس لاي سبب من الاسباب، وليكن مثلا عندهم انفصام في الشخصية، هنلاقي ان المريض ده لما بيستعمل الليبونكس بيدخل في نوبات صرع متكررة. ايه السبب؟ السبب ان مادة الكلوزابين بتقلل من السقف او من سقف الكهرباء اللي بيحصل عنده نوبات الصرع،
يعني مثلا لو كان المريض بيحصل عنده نوبة صرع كل شهر مثلا او كل 15 يوم، هنلاقي ان المريض لما بدأ يستعمل الليبونكس بقى يحصل له نوبة تشنجات ونوبة صرع ممكن مثلا كل 3 ايام، فعلشان كده لازم يحتاط بشكل كويس جدا. كمان الليبونكس من الأدوية اللي بترفع الوزن أو بتزود من الوزن وبتعمل ارتفاع في نسبة السكر في الدم، وبالتالي المريض المفروض ان هو من وقت للتاني بيشيك على السكر بتاعه. كمان هنلاقي ان الليبونكس لانه بيقفل مستقبلات الهستامين فممكن بشكل واضح قوي يعمل حالة من النوم والنعاس القوي، بسببين: ان هو بيقفل مستقبلات الهستامين، وكمان ليه تأثير مثبط بالنسبة لشغل المخ، شغل الجهاز العصبي. ده كده بالنسبة لي الأثار الجانبية، وواضح إن الأثار الجانبية فعلا مخيفة وفي يعني مشاكل كتير جدا بالنسبة للدواء. كده احنا خلصنا الدواء، بس عندي تعقيب خفيف. ملاحظ جدا إن في بعض الشباب والشباب الصغير مدمن ليبونكس، ما عندوش أمراض عقلية، ما عندوش أمراض أي أمراض ومدمن على ليبونكس. طيب ليه؟ يعني اديني سبب يخليك تستعمل دواء بالمشاكل دي. دواء بيشتغل بالشكل ده على الجهاز العصبي، دواء بيعمل كمية الأثار الجانبية دي، إيه السبب؟ بعض الناس يقولك أنا بستعمله علشان أنام، بعض الناس يقولك أنا بستعمله عشان ما فكرش وبرضه أنام. في أدوية كتير جدا بتنايم من غير كل الأثار الجانبية دي. فكر قبل ما تستعمل دواء بالشكل ده، كمية أثار جانبية مهولة. أنت في غنى عن كل المشاكل دي. عندك مشاكل في النوم، راجع طبيب يظبط لك الدنيا. عندك مشاكل في التفكير، نفس الكلام، وتاخد الدواء اللي يناسبك. بلاش تاخد دواء زي الليبونكس، لان فعلا دواء مشاكله كتير، وكل الادوية اللي بتلعب على الجهاز العصبي مشاكلها كتير جدا. اللعبة مع الجهاز العصبي مش سهل. الليبونكس من الادوية اللي بتصرف بوصفة طبية، دواء بيشتغل على الجهاز العصبي، للمرة الكام بقولها بيشتغل على الجهاز العصبي، واي دواء بيأثر على الجهاز العصبي خطر التعامل معاه لو مش في مكانه. ما تغيرش الجرعات الا تحت اشراف طبي، ما توقفش الدواء الا تحت اشراف طبي، والتزم بجرعاتك. ولو بتستعمل الليبونكس وظهر عندك عدوى متكررة ومش عارف سببها، بنسبة 100% هيكون الليبونكس هو السبب، ولازم تراجع طبيب عشان تقدر تعمل تحليل وتشوف الدنيا فيها ايه. شكرا.